بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. شاع وانتشر في الأسبوع الماضي مقطع نشره بعض الوهابيين عن كرامات وبطولات شيخ الإسلام الحصري والوحيد عندهم، إذ ليس لهم شيخ للإسلام سواه، ولا يخالفونه لا في شاردة ولا في واردة، طبعا إلا إذا خالف ابن عبد الوهاب، فالعبرة هناك. عنوانه قصة دخول 73 عفريتا من الجن في بدن ابن تيمية، قصة من مخطوطة لم تطبع. شيء لافت للانتباه طبعا، والأخ هذا موقع اسمه تفسير الأحلام، أبو البراء حلس، أي نعم، من أحب أن يتوثق من هذا، أتى بما يؤيد القصة، وأتى بتوثيقات شيوخ الوهابية وبتوقيعاتهم، يعني أقصد التوقيعات اللفظية ليس الكتابية، نعم، هناك من يتعقبنا في اللفظ، وأن القصة ثابتة لا محالة، وأن شيخ الإسلام الحصري والوحيد كان، يعني هناك بعض الصوفية يتعامل مع الجن، وجاء الجن عرضت على شيخ الإسلام الحصري والوحيد أن يتعامل معهم، وأنهم سيقتلون له من أراد، ويفصلون رأسه عن جسده في نفس اللحظة إذا أحب هذا، فرفض وقال هل تعامل معكم أبو بكر، هل تعامل معكم عمر، إذا لم يتعامل معكم هؤلاء فأنا لا أتعامل معكم. فغضبت الجن من ابن تيمية، وتسلط 73 عفريتا عليه، وكتموا على أنفاسه، وأصبح مشلولا، وأصبح يعني ممسوسا من الجن، وكان ما يستطيع أن يذهب إلى الصلاة لشدة لهول هذا. وبعد ذلك قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ويأتي هذا الأخ بالأثر هذا، أنه كيف أنه لا حول ولا قوة إلا، طبعا أثر موضوع هذا أو ضعيف أو شديد الضعف، يعني أن معبود الوهابية كان وهو جالس على العرش كان ثقيلا عليهم، على الملائكة، فقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله فخف. طبعا أروي القصة كما يعتقدها الوهابية، لم يقل هو يجلس، لكن الوهابية جميعا يعتقدون باعتقاد الجلوس. فتصور أن إلها ثقيلا له وزن، يعني جاذبية تجذبه، والملائكة ترفعه، خف وزنه عليهم. هذا الاعتقاد الوثني من مستحاثات وآثار الإسرائيليات ونحوها، تسربت إلى الوهابيين، إلى سلفهم ابن تيمية، إلى سلفهم الكرامية، إلى المقاتلية من أيام مقاتل ابن سليمان، حينما كان يجمع هذه ويتقمم هذه الأخبار التالفة من أجل أن يدعم فيها عقيدة التجسيم. دعنا من هذا الآن. فقال لا حول ولا قوة إلا بالله في كرامة سريعة جدا، مباشرة جاءت شيء اسمه نجمة محمد. إيش هي نجمة محمد؟ صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأنقذته وانتهى الأمر وتخلص من هؤلاء جميعا. احذف ابن تيمية شيخ الإسلام الحصري والوحيد، وقل قال محي الدين ابن العربي، واروي القصة كاملة، وانظر إلى الهزوء والاستهزاء والسخرية. لفت انتباهي التعليقات، طلعت بعضها، كلها إعجاب وإكبار وكذا، على طريقة إن قالها فقد صدق. احذف التشخيص للمسألة وقل قال الغزالي، حجة الإسلام الغزالي، قال في إحياء علوم الدين، وأحضر هذه القصة إلى مواقع الوهابيين، وانظر السخرية والاستهزاء. ضع من شئت من شيوخ أهل السنة والجماعة مكان شيخ الإسلام الحاصي والوحيد. الغريب في المسألة، وقد لفت انتباهي كثيرا، أن شيخ الإسلام الحاصي والوحيد هذا حينما جاءت إليه الجن، وحينما ابتلي بهذا الابتلاء، قرأ آيات السكينة. طب هذا لم يرد، بدعة ليس كذلك؟ أين جاء أن
الإنسان إذا أصيب بهذه الأشياء تقرأ عليه آية السكينة من كتاب الله سبحانه وتعالى، لم يرد بدعة. فحينما يأتي الشيخ أحمد الرفاعي ويصنف حزب السيف القاطع ويأتي بآية السكينة وآيات الاطمئنان والنصر على العدو وكذا يجمعها في حزب حتى يعني يتحصل الإنسان، هذه بدعة وهذه ضلالة. تمام. على فكرة الشيخ أحمد الرفاعي لم يأتي بكلمة واحدة ولا كلمة من لفظه، ليس ولا كلمة إلا سطر واحد كان يكرره بعد عدة آيات، وهو أعداؤنا لن يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطة، لا قدرة لهم على إيصال السوء إلينا بحال من الأحوال. ثم يقرأ آيات التألم من الخائف، لا تخاف إنني معكم ما أسمع وأرى، آيات السكينة يجمعها في مكان واحد، هذا بدعة وضلالة. لماذا؟ لأن القائل هو أحمد الرفاعي. أما شيخ الإسلام الحصي والوحيد هذا يجوز له ما لا يجوز لغيره، وهذا فوق النقد، يعني له سلطة دستورية تمنع الناس من نقده. لماذا؟ لأنه معصوم. قبل أكثر من يعني قبل أكثر من سنة أخذت صورة لقبر ابن تيمية الذي كان موجودا في جامعة دمشق، وكتبت عليه هكذا تعليقا في فيسبوك، هكذا قلت: كل منا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. هذه المقولة قالها مالك بن أنس، وهو يشير إلى قبر المصطفى المجتبى سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. الوهابيون: كل منا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، شيخ الإسلام الحصري والوحيد. ما موقفي من هذه القصة؟ قد تكون صحيحة، ما فهم، ليس عندي مشكلة، ليس عندي مشكلة. الجن عالم من العوالم، والجن وقد يكون ابن تيمية ممن يكلم الجن، كثير من شيوخ أهل السنة والجماعة كان يكلم الجن. أما الوهابية تلاحظ سبحان الله، جرب أن تجرب أن تفعل. يعني مرة كان عندي أخونا أسامة، السيد أسامة الأزهري، كان في بيتي وأريته في القاهرة، أريته مقطعا يقول فيه ابن تيمية، يقول ابن القيم: لو شئت أن أكتب من حوادث الفراسة لابن تيمية مجلدات لفعلته، عبارة من هذا القبيل. وأيضا يذكر فيه أنه قال لهم، قال لأصحابه ابن القيم والآخرين: قد كتب في اللوح المحفوظ أن الجند سينتصرون، وأقسم على ذلك 60 يمينا، يقسم 60 يمينا على نصر الجند، وأطعم الجند حلاوة النصر قبل المعركة. يعني ليست بدعة، يعني أن تقدم حلاوة في المناسبات، هذا ليس بدعة. فنظر إليها، كان ابن باز آنذاك حيا، قال: سأخذها وأرسلها لابن باز وأقول: قال الغزالي، أو قال أي واحد من شيوخ الصوفية، حصل معي كذا وكذا، وأقسم 60 يمينا على أن هذا سيحصل، وأنه رأى في اللوح المحفوظ ذلك. والوهابية الآن تكفر البوصيري لأنه يقول: ومن علومك علم اللوح والقلم، مع أن هذا ظاهر الأحاديث التي جاءت في حديث البخاري ومسلم: ما من شيء لم أره إلا أريته. فاللوح المحفوظ من الأشياء التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام إذ هو داخل تحت العموم. ولكن هذه طريقة أهل البدع، التهاتر والتناقض، والشيء الذي لمصلحتهم يرفعون الصوت به جليا، والحمد لله أنهم أراحونا من ذلك. هنا واحد من معلقين من إخواننا أرسل لي رسالة يقول: إذا لا غرابة في خروجه عن منهج أهل السنة والجماعة وخرقه لإجماعهم في عدة مسائل وتبديعه وتكفيره لمخالفيه، مسكين لازم تعذروه يا شيخنا، فهو مركوب من 73 عفريتا. طبعا يعني أنا لا أجيز التهكم ولا السخرية ولا الاستهزاء لا بابن تيمية ولا بمثله إلا إذا خالف الدين أو خالف إجماع المسلمين. هذه عندنا نحن أهل السنة والجماعة الأشاعرة، وعندنا أهل التصوف، ما هي؟ أولا نرجع إلى أقسام الحكم العقلي، هذا محال أو ممكن؟ ممكن، تمام. ثم نرجع بعد ذلك إلى الأدلة الشرعية،
لماذا نقول يعني لماذا لم تبدأ بالشرع؟ لا، لأنه قلنا أقسام الحكم العقلي خلاص، لا لست بحاجة للبحث، لا أحتاج إلى دليل صحيح، ما دام أن هذا محال عقلي خلاص إذا لا يمكن أن يكون. ثم بعد ذلك الأدلة الشرعية لا يوجد مشكلة أبدا في هذا. وقد يكون ابن تيمية فعلا وهو يقرأ آية السكينة، طب هذا عندنا حينما نقرأه هذا بدعة، لماذا؟ لأن هذا لم يرد. أما إذا فعل شيخ الإسلام فقد ورد عن شيخ الإسلام. هذه التناقضات المستمرة في هذه الفرقة، والحمد لله هم الذين ينبشون تراثهم ويريحون ليكون ردا عليهم من كلامهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.